كلمة رأسون. هواري كلمة رأسون. رأسون جيد جدا. قولوا له أحسنت هواري. أحسنت هواري. إذن أقرأوا رأسون. 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 جيد. من يعطيني البطاقة التي تحمل الحرف الأول في الكلمة؟ الناس أسرعي. إذن هذا هو الحرف الأول. ما اسم هذا الحرف؟ راء. حرف راء. ما هي حركته؟ فتحها. إذا تقرأ راء. تقرأ راء. ثاني في كلمة صن. راء صن. راء. ارفع البطاقة بشكل جيد. يلا هيا. أحسنتي حسن جدا. كلمة رأسون يا دافيد. هيا. حسن جدا. صفقوا على دافيد. يا دافيد. جيد جدا. إذا هذا حرف السين. حرف السين. حرف السين ما حركته؟ والذي هو درسنا لهذا الأسبوع. جيد. دعوا البطاقات وتفضلوا. شكرا.